السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هنحل تمارين على الدرس الأول الضرب الديكارتي. معظم التمارين هتكون أسئلة أكمل واختار. السؤال الأول كان بيقول أنا عاوز قيم المجاهيل ألف وبه وسين وصاد، وكان السؤال ده عبارة عن تساوي زوجين. يعني لو خدنا مثلا النقطة التالتة، النقطة التالتة كانت بتقول ايه؟ انت لو معاك زوج الف ناقص اتنين وبه زائد واحد بيساوي الزوج اتنين وسالب تلاتة، كنت بتحل ده ازاي؟ قلت له انا بساوي المسقط الاول الخانة الاولى بالخانة الاولى، يعني الف ناقص اتنين هساويها باتنين، والخانة التانية هساويها بالخانة التانية، يعني ب زائد واحد هسويها بالسالب تلاتة. وكنت بتعامل مع السؤال هو لحد كده تلت اعداد خلصت، دي معلوماتك من السنين اللي فاتت. يبقى الف بيساوي اتنين زائد اتنين، يعني الف باربعة. طب وباء؟ باء بتساوي سالب تلاتة، وهنعد الواحد ده بإشارة مخالفة، سالب واحد، يبقى الباء طلعت بسالب اربعة. لو شفنا مثلا السؤال ستة بنتعامل معاه ازاي؟ السؤال ده كده بنتعامل معاه ازاي؟ تعال ننقله. كان بيقول اتنين سين تربيع زائد اتنين و سالب واحد بيساوي عشرة و سالب تلاتة ص تربيع زائد ستة وعشرين. هنتعامل يا استاذ مع السؤال ده ازاي؟ بكل بساطة، خد يا باشمهندس المسقط الأول الخانة الأولى اللي هي 2 س تربيع زائد 2، سويها بالخانة الأولى 10، أنا خدت دي سويتها بدي، وخد الخانة التانية سويها بالخانة التانية اللي هي سالب 3 ص تربيع زائد 26 سويها بالسالب 1، وابدأ حل عادي خالص مفيش أي مشاكل. هنعد الاتنين دي بإشارة مخالفة، يبقى اتنين س تربيع بتساوي تمانية، عشرة ناقص اتنين دي لما عدت نقصنا، هنقسم على الاتنين يبقى س تربيع بتساوي أربعة لما قسمنا على اتنين. فاكر لما بناخد الجذر التربيعي لازم نحط موجب أو سالب؟ فاكر المعلومة دي؟ لما يكون معايا أس اتنين عاوز أشيله بحط جذر تربيعي لازم احط موجب او سالب، يبقى السين طلعت بموجب او سالب اتنين. طب الطرف التاني ده يا استاذ؟ بكل بساطة عد الستة وعشرين باشارة مخالفة، سالب تلاتة ص تربيع بتساوي سالب واحد ناقص ستة وعشرين، سالب تلاتة ص تربيع بسالب سبعة وعشرين، اقسم على السالب تلاتة يبقى ص تربيع بتسعة، هات الجذر، جذر ايه؟ تربيعي، لازم احط موجب او سالب. طب افرض كان تكعيبي يا استاذ، ما بحطش موجب او سالب، يبقى الناتج هنا موجب او سالب تلاتة قيمة الصاد، والسين قيمتها بموجب او سالب اتنين. طب لو خدنا مثلا المسألة تمانية هنتعامل معها ازاي؟ بتقول ايه المسألة تمانية؟ جذر س و واحد على صاد ناقص اتنين. الناس اللي بتخاف من اشكال الاسئلة يعني فيش فيها حاجة، بتساوي ستة واربعة، ماله بسيطة، احنا بناخد الخانة الاولى اللي هي جذر س نسويها بالخانة الاولى ستة، والخانة التانية اللي هي واحد على صاد ناقص اتنين نسويها بالخانة التانية اربعة، ونبدأ يا باشمهندسين نتعامل مع الاسئلة. ده هنا جذر على السين عايزين نشيله، مش بنحط أس اتنين للطرفين؟ لما حطيت أس اتنين يبقى السين بتساوي ستة وتلاتين. طب في الناحية التانية دي، هنا يا أستاذ احنا هنعمل وسطين في طرفين، هنضرب دي هنا، الواحد فضل اللي هو فوق، اللي تحت دول لما صاد ناقص أربعة هضربهم في أربعة، صاد ناقص اتنين هضربها في أربعة، بقى واحد بيساوي أربعة صاد ناقص تمانية، ضربت الأربعة هنا
وضربت كمان الأربعة هنا. أربعة صاد بتساوي واحد زائد تمانية تسعة، يبقى الصاد بتساوي هنقسم على الأربعة دي تسعة على أربعة. طب يا أستاذ عايزين نشوف المسألة مثلا عشرة، كانت بتقول إيه؟ سين أس خمسة وصاد زائد واحد بتساوي اتنين وتلاتين وجذر تكعيبي لسبعة وعشرين. دي بنتعامل معاها ازاي؟ بنساوي المسقط الاول بالمسقط الاول، الخانة الاولى بالاولى، ونساوي الخانة التانية بالتانية. صاد زائد واحد بتساوي الجذر التكعيبي للسبعة وعشرين. هنا سين أس خمسة وانا عاوز قيمتها بكام؟ كنا بنيجي يا باشمهندسين نقول له ان الاتنين وتلاتين دي اتنين أس خمسة. الأس زي الأس يبقى الأساس بيساوي الأساس، يبقى السين باتنين. هنا صاد زائد واحد بتساوي الجذر التكعيبي للسبعة وعشرين تلاتة، تبقى الصاد طلعت بتلاتة ناقص واحد، يعني الصاد طلعت باتنين. كده أنا معايا سين ومعايا صاد. طب نشوف أسئلة أكمل. السؤال ده بيقول لو كان سين فيها اتنين وتلاتة وأربعة وصاد فيها المجموعة خمسة، كنا بنقول له ايه يا باشمهندسين؟ بنقول له ده دي يا استاذ عبارة عن الاتنين هتروح مع الخمسة، مش السين اللي جت الاول، يبقى اللي تنكتب الاول ازواج مرتبة، اتنين وخمسة و، تلاتة وخمسة و، اربعة وخمسة، وبنقفل قوس المجموعة وكده يبقى خلص. يعني مثلا المسألة اللي بعدها، لاحظ هو عايز ايه الاول؟ عاوز صاد، يبقى لما تبتدي ابتدي بالصاد، يبقى واحد وتلاتة وواحد وسبعة. تمام، واحد وتلاتة وواحد وسبعة. كده يا استاذ انا ضربت صاد في سين. طب سين في فاي، ده دي كانت من الملحوظات، سين في فاي بفاي، انما نون سين في فاي بصفر، افتكر. طب انا عايز اضرب المجموعة دي في المجموعة دي، بسيطة، اتنين مع الكام؟ مع التلاتة، واتنين مع الكام؟ مع الستة. طيب وخمسة مع الكام؟ مع التلاتة، وخمسة مع الكام؟ مع الستة، وكده يبقى السؤال خلص. هسيب لك الاتنين اللي تحتهم تتدرب عليهم عشان هما نفس الطريقة. رقم سبعة بيقول لما ضربت السين في صاد طلعت بكده، السين بكام؟ قلت له هو ايه اللي جه الاول؟ قال سين، يبقى في جميع الازواج الرقم الاولاني سين. مع مراعاة لما اجي اكتب المجموعة سين ما بقررش رقم، يعني كتبت اتنين لقيت في اتنين تانية مش هكتبها، وتلاتة وخمسة. طب الصاد، الصاد اللي هي الخانة التانية، شوف الخانة التانية هنا فيها ايه؟ صاد، اللي هي ستة تسعة ستة تسعة ستة تسعة، يبقى هي بتتكلم عن حاجتين اتنين اللي هما الستة والتسعة، دي كده قيمة صاد. طب تعال السؤال اللي تحته، هنا بيقول لك ايه؟ اذا كان عدد عناصر سين، شوف نون يعني عدد العناصر، السين فيها عنصرين والصاد فيها أربعة، يبقى لما تضربهم في بعض المفروض يديك إيه؟ المفروض الاتنين في أربعة بتمانية. يا أستاذ إزاي؟ هو مش إحنا لسه حلين فوق بنعمل مجموعة وزوج مرتب؟ ديك هي مجموعة في مجموعة، إنما دي عدد عناصر. بقول لك عدد عناصر سين اتنين وعدد عناصر صاد أربعة، يبقى الاتنين في أربعة بتمانية، يبقى أنا هطلع تمن أزواج. تعال كده نرجع للمثال اللي فات، شوف المثال ده كده اللي هو أربعة، كان فيه عنصرين وهنا عنصرين، الاتنين في اتنين كده بأربعة، يبقى في أربع أزواج هيطلعوا معايا، وده اللي حصل فعلا. طب المسألة اللي بعدها، عدد عناصر سين تربيع بتسعة، يعني لما ضرب عدد عناصر سين في عدد عناصر سين، تمام،
9 يبقوا كانوا 3 يا أستاذ، لأن نون سين 2 معناها نون سين في نون سين. طب لو كان نون سين باتنين يعني عدد عناصر سين باتنين، ما تتخدعش، هنا مديك صاد مش مديك عدد عناصر صاد. ده مديني صاد باتنين يبقى نون صاد برضو باتنين. تمام، يبقى الاتنين في اتنين باربعة. لو سين فيها اتنين وتلاتة يبقى نون سين اتنين بكام؟ ما هو نون سين اتنين يعني نون سين في سين. تمام يا أستاذ، يبقى الاتنين في اتنين باربعة، لأنه عايز عدد عناصر. هسيب لك دي تحلها. المسألة اللي بعدها، نون سين اتنين بتسعة، قلت له يبقى نون سين بس بتساوي تلاتة. نون سين في صاد بستة، قلت له نون سين في صاد دي معناها نون سين في نون صاد. أنا معايا نون سين دي بتلاتة، تلاتة في كام ادتني ستة؟ قلت له باتنين، يبقى نون صاد بس باتنين، بس هو عايز نون صاد اتنين، قلت له يبقى الناتج أربعة. المجموعة صفر في المجموعة تلاتة وسبعة، قلت له عادي ده الصفر ده عنصر ما هوش فاي، يبقى صفر وتلاتة وصفر وسبعة، دي كده مجموعة الحل. طب المجموعة واحد وخمسة دي عبارة عن ايه؟ قلت له ده دوت مجموعة وجواها زوج مرتب، دي بتيجي بناء عن ضرب مجموعة في مجموعة، يبقى كان مجموعة فيها واحد وكان مجموعة فيها خمسة. طب الاتنين وخمسة دول بينتموا لسين في صاد، فإن اتنين تنتمي لإيه؟ قلت له اتنين دي تنتمي للسينات، الخانة اللي جت الأولى، يعني لو كان هنا ألف في ب كانت هتبقى ألف، اللي بيجي الأول هو الأولاني والتاني هو التاني. تمام، طب خمسة واتنين تنتمي لإيه؟ قلت له خمسة واتنين مش الصادات هي اللي بخمسة، يبقى صاد في سين. طب اتنين واتنين، اتنين واتنين الاتنين دي سينات والاتنين دي سينات، يبقى سين في سين. طب خمسة في خمسة، قلت له صاد في صاد. السؤال اللي بعده، ده زوج بيساوي زوج، كنا بنتعامل ازاي في تساوي الازواج؟ باخد الخانة الاولى اساويها بالخانة الاولى والتانية اساويها بالتانية، ومنها السين بتسعة ومنها الصاد بتساوي تمانية، يبقى النتيجة جذر سينات تسعة زائد الاتنين في تمانية بستاشر، يبقى جذر الخمسة وعشرين خمسة. بدلت السين دي وحطيت قيمتها هنا، وبدلت الصاد دي ضربتها في اتنين وقمت حاطط قيمتها. اذا كان سين بتلاتة واتنين فان فاي في سين دي بفاي. نون سين بتلاتة، نون سين في صاد باتناشر، ماشي تلاتة في كام اداني اتناشر؟ مش في اربعة؟ الاختيار اربعة. لو سين فيها واحد واتنين وصاد فيها تلاتة واربعة، يبقى تلاتة واربعة، قلت له التلاتة دي في الصادات والاربعة دي في الصادات، يبقى دي تنتمي لصاد في صاد، صاد في صاد اللي هي صاد اتنين. نون سين في صاد بستة، عدد عناصر سين وعدد عناصر صاد، اما نضربهم في بعض ادوني ستة، وعدد عناصر صاد اتنين يعني نون صاد في نون صاد ادتني تسعة، يبقى نون صاد لوحدها كانت بتلاتة، يبقى هنا نون صاد بتلاتة، يبقى تلاتة في كام ادتني ستة؟ دي تلاتة وهنا يبقى اتنين، يبقى نون سين باتنين. إذا كانت سين وصاد مجموعتين غير خاليتين، وكان سين في صاد تساوي صاد في سين، إمتى سين في صاد بتكون قد صاد في سين؟ لما يكونوا الاتنين بيساووا بعض. النقطة ألف ناقص اتنين وتلاتة تقع على محور الصادات، ألف بكام؟ يعني إيه كلمة تقع على محور الصادات؟ دي معناها إيه؟ تقع محور الصادات يبقى خانة السين دي بصفر، اللي هو ألف ناقص اتنين يساوي صفر،
ومنها ألف بتساوي اتنين. لو سين فيها تلاتة وأربعة يبقى نون سين في فاي. نون عدد العناصر، ده هي سين في فاي بفاي، بس عدد العناصر يديني صفر. تلاتة وخمسة تنتمي للمجموعة دي في دي، سين بكام؟ قلت له تلاتة لازم تكون موجودة في الخانة الأولى، موجودة. الخمسة لازم تكون موجودة في المجموعة التانية. يبقى هنا في مجهول اسمه سين، يبقى أكيد هو اللي مكانه الخمسة، يبقى السين دي بخمسة. اتنين وسين ناقص واحد بتساوي صاد وصفر، ده تساوي زوجين، يعني اتنين هي الصاد والسين ناقص واحد بتساوي صفر، يعني السين بواحد. تمام يا أستاذ، يبقى أنا معايا السين وصاد، يبقى واحد واتنين. إذا كانت النقطة خمسة وباء ناقص سبعة تقع على محور السينات، تقع محور السين، يبقى خانة الصاد بصفر، ب ناقص سبعة بتساوي صفر، ومنها الباء بسبعة. النقطة سالب تلاتة وأربعة تقع في الربع. كنا يا أستاذ بنرسم شبكة ونقول هنا النقطة دي بتكون موجب وموجب، هنا محور السينات سالب والصادات موجب، هنا محور الصادات سالب والسينات سالب، هنا محور السينات موجب والصادات سالب. أنا معايا سالب وموجب اللي هو الربع الكام؟ ده أول تاني تالت رابع، يبقى في الربع التاني. إذا كان سين جزء من صاد وكان عدد عناصر سين فعدد عناصر صاد ستة، والتلاتة تنتمي للسينات، وواحد واتنين ينتمي لسين في صاد، يبقى سين فيها ايه؟ يعني نفهم بالراحة، سين جزء من صاد معناها ان السينات جوة الصادات. تمام. قال التلاتة في السينات، قلت له هنا التلاتة جوة في السينات، دي السين ودي الصاد، وواحد واتنين ينتمي لسين في صاد. تمام. واحد واتنين يعني الرقم الاول هو اللي في السين، كده واحد، فان السين فيها ايه؟ قلت له السين فيها واحد وتلاتة، لان السين كده فيها عنصرين والصاد فيها تلات عناصر، يعني بره هنا اتنين تلات عناصر، يبقى الاتنين في تلاتة بستة. انت قلت ان السين فيها تلاتة، ماشي، وقلت ان سين في صاد واحد واتنين، يبقى السينات فيها واحد. طب السينات كان فيها عنصرين اصلا اللي هو واحد وتلاتة، اللي هو الاختيار ده. اتمنى ان اكون فدتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.